مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. أقل من ساعتين تفصلنا على مواجهة ثم النهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بين نسور قرطاج تونس والبلاك ستارز غانا. التشكيلة الأساسية للمنتخبين ناخذوها في المباشر من الإسماعيلية مع مبعوثنا كريم مقني. كريم، مساء الفل. مساء الفل الياس، تحية لك ولكل السادة المستمعين. بالفعل احنا الان متواجدين امام استاد الاسماعيلية اللي يحتضن بعد اقل من ساعتين من الان مباراة الدور الثمن النهائي واخر مباراة الدور الثمن النهائي من كان مصر 2019، المنتخب الوطني التونسي ونظيره المنتخب الغاني. تشكيلة الفريقين الرسمية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نقاو معز حسن، ديلان براون، ياسين مرياح، وسام الحدادي على الجهة اليسرى، وجدي كشريدة على اليمين، قدام الياس الصخيري غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، ثم على طرف انيس البدري ويوسف المساكني، وقلب هجوم ياسين الخنيسي. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الغاني نلقاو ريتشار افوري، عبد الرحمن بابا، اندري يدوم، كازيم نيهو، تيجون بوي، اكوا، توماس بارتي، لعبة تيكو مدريد، ومبارك واكسو، اندري ايوة، جوردن ايوة، ايضا سويل ام سي سي. اكيد قاعدين تسمعوا الان لهنا بوصول وفد المنتخبين الوطني التونسي وايضا المنتخب الغاني الى ارضية الميدان هنا بأمام ملعب الإسماعيلية. على كل هذه هي الأجواء لنا في الإسماعيلية في انتظار أنه كما قلنا المباراة تنطلق الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، 9 ليلا هنا بتوقيت مصر. بالتوفيق إن شاء الله لنسور قرطاج في هذه المباراة، وإن شاء الله نكون الثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى الدور القادم إن شاء الله. كريم، سؤال أخير، الجماهير بدأت توافد على ملعب الإسماعيلية، قديش العدد كنت حاضر تعطينا الصورة بالضبط؟ الجماهير لحد الآن ثم أخبار أنه ثم عدد معين من الجماهير 150-200 محب باش يجيو من القارة، ولكن لحد الآن مازالوا ما وصلوش. احنا الآن في الجهة الأمام، الجهة المخصصة لدخول اللاعبين، وبجنبها الجهة المخصصة لدخول الجماهير التونسية، إلى حد الآن مازالت ما وصلوش. ثم تقريبا 100 محب مقيم في أحد النزل مازالوا ما وصلوش، وأيضا بعض الأحباء الأخرين العشرات اللي باش يجيو من القارة، في حين الجماهير الموجودة هنا المصرية جماهير الإسماعيلية الحقيقة إلى حد الآن ما ثمش عدد كبير من الجماهير، لم نشاهد عدد كبير من الجماهير. يبدو أن المباراة ستدور أمام 3,000-4,000 متفرج، 5,000 على أقصى تقدير. شكرا لك كريم مقني، كنت معنا مباشرة من أمام ملعب الإسماعيلية. نذكر مباراة تونس وغانا، 8 تعليل الفائز من المواجهة هذه باش يواجه في ربع النهائي مدغشقر اللي تأهل البارح على حساب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. وفي نفس الإطار منتخب مالي متصدر المجموعة الخامسة يواجه حاليا منتخب الكوت ديفوار وصيف المجموعة الرابعة، نتيجة 0-0 في توقيت 55 دقيقة لعب من الشوط الثانية. ذكر المنتصر من المقابلة هذه باش يواجه الجزائر في ربع النهائي اللي بدورها ترشحت البارح على حساب غينيا بثلاثية نظيفة. نحكي سي اس اس، الفريق يتدرب حاليا بملعب الطيب المهيري في حصة تدريبية ثانية بعد العودة من الراحة، ونهاية الأسبوع الحالي الفريق باش يدخل في تربص في حمام بورقيبة. الترجي الرياضي التونسي أيضا رجع اليوم للتدريبات بالحديقة باء بحضور المنتدبين الجدد. في حين عاد النادي الأفريقي للتمارين في الشادلي زويتن بقيادة المدرب الجديد لسعد الدريدي. هتعطيكم تركيبة الإطار الفني الكاملة بالنسبة لفريق باء جديد، لسعد الدريدي مدرب أول، سعيد السايبي مساعد أول، خالد السويسي مساعد ثاني، سقراط البركاتي معد بدني، محمد اللومي معد أو مساعد معد بدني، وعادل النفزي مدرب للحراس. في ميركاتو الكرة التونسية، المدافع ثامر اللسالحي يمضي عقد بموسمين مع اتحاد تطاوين قادما من محيط قرقنة. زيادة زيادة ينتقل للدوري السعودي بالتحديد مع فريق النهضة الناشط في الدرجة الأولى لمدة موسم واحد. ومالك البولعابي تعاقد مع نجم المتلوي لموسمين بعد ما كان معار من السي اس اس للرلوي والملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة. والختام بالخبر هذا، نادي بيراميدز المصري تعاقد اليوم مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر لمدة 3 مواسم. نذكر ديسابر كان أشرف على حظوظ منتخب أوغندا لتأهل لأول مرة للدور الثاني بتبعة من كان مصر 2019، ولكنه غادر المسابقة من ثمن النهائية. أكثر تفاصيل على أخبارنا على ديونا فامبونيت. أجمل تحيات لياسمين صالح، في الأمان.